احسن. بسم الله الرحمن الرحيم، معنا قائد كتيبة عمر ابن عبد العزيز في حمص، وتم تشكيلها اليوم وتم دخولها الى هيئة حماية المدنيين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكتيبة عمر ابن عبد العزيز، شو بداخلها؟ ليش تبعت لها هيئة حماية المدنيين؟ نحن عندنا بالكتيبة في ضباط، في جنود مشتقين، في من الامن، في من امن الدولة، في من الجوية، في من المخابرات، وفي مدنيين. هدفنا تكوننا هدفنا لحماية هالشعب الفقير اللي عم يطلع مظاهرات سلمية وبلش في قتل ودبح وصلخ من أول الثورة وهو مبلش، لا بيآمن برب ولا بيآمن بإله ولا بيآمن بشيء، ما عنده غير القتل والضرب، صغير كبير ولد مرأة ما عنده مشكلة، وين بيشوفوا مظاهرات بدهم يرموها، حتى في بعض ما على المظاهرات مارين جنب المظاهرات بيرموها. فإحنا شكلنا هالشهادة وحطينا أيدينا بإيدين بعض وحلفنا يمين انه هالنظام هذا لازم يسقط بشتى الوسائل، حتى لو شو ما كان السبب، شو ما وصلت معنا توصلت، بدنا نصفر. يا بدنا نموت يا بدنا باذن الله نحرر، وباذن الله نسافر باذن الله. بترد للنظام الاسد. نظام الاسد انا بنصح ونصيحه يروح على الفرس المجوس تبعه من هلا، لانه اليوم احسن له من بكره، وبكره احسن له من بعد بكره، والنصر باذن الله ما في اقرب منه، اقرب من السواد على البياض. شو بتطلب من الشعب العربي بالخارج؟ بطلب من الشعب العربي بالخارج انه يدعمنا بكل وسيله له، لو بالدعاء، ما نطالب منه شيء، يدعينا بس لله، واحنا ما لنا غير رب العالمين. كل ما احنا بيصير مثلا جهه بنطلع عليها هيك لنصرتنا لسعادتنا، ما بنشوفها غير فشله، بنرجع احنا ما لنا الله، واحنا ثورتنا يتيمه من الاساس، وما لنا غير الله. بس يدعوا لنا، ما بدنا منهم غير الدعاء. هيئه حمايه المدنيين شو بتطلب منا؟ انه مثلا الدعم بمنطقة عزلي بحظر جوي. احنا بنطلب منهم حظر جوي بالبداية، لانه في قواد كتائب عم تواصل معنا، ما فين عم ينشقوا، خايفين على اولادهم، خايفين على افراد اللي عندهم بالكتيبة تبعهم، خايف في مجاهزين بدهم ينشقوا هني ودباباتهم وعناصرهم، بس ما عم يسترجوا لانه بده يضربهم خالص، يكفي عليهم نوب. عرفت كيف يا اخي؟ لذلك هو وقت بيصير حظر جوي جاهزين مباشرة للانشقاق، هني كانوا هني وعتادهم وكتيبتهم كاملة. شكرا لك والله يعطيك العافية.